حملات التبرع بالدم انتشرت بعدد كبير من محافظات الجمهورية. الحقيقة دي يعني مبادرة بندعو بيها كل المواطنين المصريين ان هم يعلنوا عن تأييدهم ودعمهم للإخوة في فلسطين. يعني من أبسط نماذج الدعم والتأييد هي التبرع بالدم. احنا موجودين هنا بصفتين، الصفة الأولانية كحملة رسمية للسيد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وأيضا كمواطنين مصريين محبين للإخوة في فلسطين ومحبين للشعب الفلسطيني. احنا واجبنا ناحية الفلسطينيين واجب إنساني وواجب عربي وواجب قومي وواجب مصري، لأن فلسطين جزء من أمننا القومي المصري، فاحنا بندعمهم وبنشجع كل إخواتنا وأسرنا للتبرع بالدم للتعبير عن التضامن الأكيد والصلب من الشعب المصري للشعب الفلسطيني. ودايما التنسيقية بتكون موجودة في كل يعني الأحداث اللي بتمس حتى الوطن العربي مش بس مصر. ويمكن خلال الفترة الأخيرة شفنا يعني ما حدث يعني في الدولة الشقيقة فلسطين، وشفت الشعب المصري يعني أجمع كان متفاعل ازاي معايا، وكلنا كنا يعني عارف لو طولنا ان احنا نديلهم حته مننا كنا نعمل ده. ووجودنا النهارده ده اقل شيء نقدر نقدمه ل يعني القضيه الفلسطينيه، مش هقول بس الدوله الفلسطينيه، ده هي قضيه العرب اجمع فلسطين. موجودين النهارده يعني احنا كنواب تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين واعضاء التنسيقيه اجمع نازلين في كل يعني محافظات الجمهوريه، بنجوب المحافظات علشان نتبرع بالدم ل يعني فلسطين. ويمكن عايز اقول لك انه اول ما عرفنا انه هناك يعني يوم مخصص للتبرع بالدم لفلسطين، ما حدش فينا حتى اللي عنده ظرف ساب الدنيا كلها وجه. بنقول ان دي قضيتنا وستظل قضيتنا الى ان يشاء الله. والحقيقة أنه تواجدنا النهاردة كان فيه حالة من التفاعل الكبيرة جدا. أنا سعيدة أنه شفنا تفاعل حتى من الناس المواطنين للتبرع. اتكلمنا هنا مع المسؤولين عن مركز دم مثلا وقالوا أنه من أكبر المعدلات في التبرع كانت امبارح مثلا عشان القضية الفلسطينية. ده شيء محترم يا جماعة، ده شيء يقول أن مصر ستظل القائدة، ستظل الدولة يعني الأم زي ما بيطلق عليها. يمكن ده بيجي في إطار حرص المصريين كلهم على تقديم كل سبل الدعم لإخوانهم في فلسطين. طبعا القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية تاريخ، دعم مصر للقضية الفلسطينية دعم تاريخي، ومصر قدمت الكثير من التضحيات لدعم القضية الفلسطينية. الدعم ده لا يقتصر فقط على المستوى الرسمي، ولكن احنا لمسين حجم الدعم المعنوي والإنساني من قبل المواطنين المصريين لإخوانهم في غزة وفلسطين بشكل عام. ويمكن حجم المشاركة اللي حضرتك شايفها النهاردة في حملة التبرع بالدم بيعكس هذا الحرص وهذا الاهتمام من قبل المصريين. ويمكن دي أقل حاجة احنا ممكن نقدمها لإخواتنا في غزة في ظل الحصار الشديد وعدد كبير من الجرحى موجود هناك بالمئات في ظل قصف مستمر، وبالتالي هم محتاجين كل الدعم، ودي أبسط حاجة ممكن نقدمها لهم. هي رسالة كل المصريين حجم الإقبال اللي حضرتك شايفه على التبرع بالدم، سواء كان من رسميين أو مواطنين عاديين، هو تأكيد على أنه مصر الشعبية ومصر الرسمية تقف خلف الحق الفلسطيني أولا، وترفض حالة الحصار المفروض على غزة، وترفض استهداف المدنيين العزل. وإحنا كما نقول دائما في مصر، قضيتنا المركزية في فلسطين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه على أراضيه الفلسطينية هو يعني في صميم أولويات الشعب المصري. وإنه بشكل واضح خلينا نكون واضحين، نحن نرفض تصفية القضية ونرفض الحصار، وده الرسالة اللي بيقدمها المجتمع المصري كله والمصريين كلهم، وأيضا مصر الرسمية كما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا، نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية ونرفض الحصار ومنطق التجويع والعقاب الجماعي. احنا دايما مصر مع فلسطين في كل الأوقات، وهنفضل مع فلسطين ومع أشقائنا في فلسطين وأشقائنا في غزة. ويمكن النهاردة احنا عاملين حاجة جميلة قوي، يعني تحسسنا ان احنا معاهم وان احنا بنقدم لهم حاجة ولو بسيطة، بس لازم نقف جنبهم. وبدا طبعا بعد توجيهات سيادة الرئيس امبارح ان مصر دايما هتفضل يعني داعمة للقضية الفلسطينية ولاخواتنا في فلسطين.
فلسطين. أطلقت مؤسسة حياة كريمة حملة التبرع بالدم امبارح مساء عقب خطاب السيد الرئيس، فزي ما شايفين النهاردة الشعب المصري لبى الدعوة، وكان حضور للشعب المصري للتبرع بالدم كهدية من الشعب المصري للشعب الفلسطيني. أنا جاي النهاردة لما سمعت إن في حملة تبرع بالدم لصالح إخواتنا في فلسطين، فما كان مني إلا كأي مصري إني دول إخواتي، فلازم ألبي النداء وحتى على الأقل أساعدهم بأقل حاجة إحنا ممكن نقدر نعملها في حقهم.